ويتحدث الزميل إبراهيم عبد الجواد في أون تايم سبورتس. نسمعه. أسباني بيجدد رغبة ديانج في الرحيل. ديانج أنا بقول لحضراتكم مش هيكون موجود مع النادي الأهلي السنة اللي جاي، ودي حاجة طبيعية ومنطقية. ديانج كورته ومستواه وإمكانياته الجسمانية والفنية أعلى من الدوري المصري صراحة، وطبيعي جدا إن الراجل هيبقى عايز يبص لمساحة أفضل من التطور، وإنه يلعب في إحدى الأندية الأوروبية، وده حقه تماما. وحسنا فعلت إدارة الكرة بالنادي الأهلي وإدارة التسويق لما مددت عقد ديانج. هم أذكياء، هم عارفين إن ديانج فرصه في الاحتراف الخارجي كبيرة، وبالتالي لما أنا همدد عقد ديانج أنا بدي لنفسي المساحة والفرصة إن أنا أعرف أبيعه واستفيد منه. استفدت منه على المستوى الفني، شارك معايا في تحقيق الدوري، شارك معايا في تحقيق بطولة أفريقيا، شارك معايا في تحقيق الكاس، مشارك معايا دلوقتي وهيلعب معايا الموسم ده كله، والسنة الجاية أكون استفدت كمان منه على المستوى المادي. ففعلا دي تحية واجبة لإدارة الكرة بالنادي الأهلي، لأنه ديانج أنا بقول لكم بنسبة 95% السنة الجاية إذا ربنا ادانا العمر مش هيكون موجود في صفوف النادي الأهلي، هيرحل لأحدى الأندية الأوروبية، وساعتها النادي الأهلي هيكون استفاد من الشقين، الشق الفني في المواسم اللي قضاها اللاعب مع النادي، وفي الشق المادي اللي هيستفيد بالتأكيد منه النادي الأهلي لما يبيع ديانج بمقابل مادي كبير، ساعتها كمان يقدر يستفيد ويستخدم المقابل المادي ده ويعوض بيه ديانج عن طريق أي لاعب تاني سواء أفريقي أو لاعب داخل مصر. الكلام اللي بيقوله الأستاذ إبراهيم وأنا بيعجبني يعني هدوءه، ها، لكن بختلف معاه في حاجة مهمة جدا. مش بختلف، بالعكس أنا فيدي عايز أتفق معاه. معنى كلامه وإن ديانج ده حاجة فوق مستوى الدوري المحلي، إذن هو أهم لعيب محترف على الساحة الكرية المصرية، يسبق بقى كل الأناكوندات والأباتشيات والكلام اللي هو والموسيقار والعزف يعني هل أنت شايف وأنت بتنادي ببقاء فرجاني إن فرجاني يعني ما ينفعش يلعب بره؟ وبن شرقي انت شايف ان ديانج يسبق كل هؤلاء؟ كتر خيرك. بس ديانج لو كان بيفكر بالطريقه دي ده مجدد من شهرين، والنادي الاهلي لو كان بيفكر بالطريقه دي ما هو كان لسه في عقده وقت يسمح بتسويقه. لكن كتر خيرك انك ده، نشكرك على انك انت يعني دي وجهه نظرك في لعيبه النادي الاهلي، ويعني هقول لك ايه، المهم ان ديانج يؤدي بنفس الاخلاص ونفس الحماس ونفس النجاح اذا كان عايز في يوم من ما يعني الكلام ده يتحقق. انا بس اختلافي في جزئيه مهنيه شويه، انه دايما يتقال عروض وانديه اسبانيه طالب، والحلقه اللي فاتت كان جلاطة سراي هو اللي طالب، قال له ديانج بلاش جلاطة سراي نحاول نروح اسبانيا. وانا لما بتكلم على النيوز على الاخبار المفترض انه في حاجه حقيقيه حصلت. ده جلاطة سراي نفى. جلاطة سراي نفى، ولما يتقال نادي اسباني ما تسمعش اسم نادي، دي مبهمه كده، ثم تكتشف انه مجرد سمسار بيتحدث لبعض المواقع عايز يسوق حاجه او عايز يهز لعيب او عايز يصدر مشكله لنادي ايا كانت الدوافع والاسباب، مش اللي عند ابراهيم عبد الجواد او غيره، في المناخ الرياضي نفسه. احنا امتى نتعامل مع الكلام الرغي والهبد على انها اخبار؟ الاخبار هي الاخبار الحقيقيه، ولذلك حتى في الصياغه الجاده بره يتقال ان النادي فلاني مهتم او بيتابع او بيفكر، يعني في مراحل سابقه كتيره جدا تخليها المساله لسه ما تحولتش لا العرض ولا الخطف ولا الصفقه ولا الكلام اللي بيتم القفز عليه دلوقتي بهدف ان انت تصور المساله ان الفريق على المستوى العالمي. هو محمد صلاح بيحصل معاه ايه طول النهار؟ اخبار من النوع ده، ولدرجه سمموا العلاقه على السوشيال ميديا وعلى الوسائل الاعلاميه بينه وبين يورجن كلوب، فيطلع يورجن كلوب بيقول لك لاعب رائع اتمنى استمراره للابد في ليفربول. فهي بس ارجوكم مزيد من الدقه شويه في التعامل مع مثل هذه الشائعات، لانها شائعات سخيفه بيبقى هدفها هز استقرار او تشتيت تفكير لاعب او تسليك مصلحه لبعض السماسره عشان نقدر نقول. طبعا كتير من الزملاء جادين ومحترمين، لكنه فكره انك انت باستمرار واخد من
صفحات او من مواقع غير جاده في ادائها، دي مساله بتخلق راي عام مش مظبوط.